وجيت فيها بتعلقها بتلزقها على السلالم، طبعا قطعتها على الفور. قلت لها السيسي رئيس الجمهورية، نختلف نتفق معاه، ده رمز مصر ورئيس مصر، عايزة تقفي على سلالم النقابة، السلالم دي لكل الناس، دي سلالم الحريات، اقفوا، انما تقل ادبك هنا احنا محترمين. كان في ناس في الشارع شتموا، قالوا بصوا الصحفيين كذا، قلت لها جبت شتيمه للصحفيين، الناس دي انتوا مش صحفيين، ازاي انت تعملي كده؟ حتى امن النقابه استاذ سامو معرفش يعرف ولا لا، امن النقابه نزل لما لقاهم اتلموا عليا انا، ها، وعايزين بنات 17 و18 و19 سنه، معرفش يعني فيهم، وفيهم زميله معروفه كان قبل كده ضربت استاذ ممدوح الولي، وانا رغم اختلافي مع ممدوح الولي ولا احد يزايد على صالح رجب، لا يمكن اتهامي بالاخوان ان انا اخوان ارهابيه ولا حاجه، انا اسير كرداسه اللي اتاثرت، الا ان ممدوح الولي لما الزميله دي جت تضربه بالبنيه انا اللي وقفت وتحملت الضرب انا، ووصلت بغيبوبه سكر. هذه الزميله واقفه على سلالم النقابه، خلينا محصورش المساله، هل اختطفت سلالم النقابه؟ نعم. هو ده السؤال، هل نعم. اختطفت النقابه؟ اذا كنا هنتكلم اقول لحضرتك على النقطتين يا استاذ وائل، دور النقابة، النقابة هي نقابة الحريات، مع هتظل أستاذي جمال الدين حسين ده أستاذي، نقابة هي نقابة